السلام عليكم. بون اليوم في هذا الفيديو راح يكون روتيني قبل وبعد الاستحمام. هذا الماسك تاع زيت الزيتون انا ما نديروش يعني كل ما نبغي ندوش، يعني على حساب المورال تاعي كيفاش راه، ممكن ما يعني ما يكونش عندي وقت، ولكن نهار اللي يكون عندي وقت نبغي نعتني بشعري يعني حسب الظروف يعني تاع الشعر تاعي كيفاش يكون. بون نبدا نحط الماسك يعني زيت زيتون، تقدروا تزيدوا معاه الثوم وتقدروا تخلوه هكا، يعني من الاحسن انكم ما تزيدوش معاه الثوم لانه ريحه الثوم غادي تغم لكم شعركم، يعني من الاحسن انكم ديروا زيت زيتون برك وتبداو تحطوه يعني في الخصل تاع الشعر تاعكم، ولا تحطوه من الجذور يعني حسب ما كنتم باغين، يعني كيما راكم باغين. بون ابخل شعري وندير هذا الشكاره باش تشد لي الحراره تاع شعري من الداخل. بون في لادوش نخلي الماء يولي يعني يسخن مليح وبعدها نستخدمه. بالنسبه للشامبو اللي نستخدم هذا الشامبو، فنصحكم باش تستخدموه لانه يرطب الشعر ويعطيه نعومه جيده. بالنسبه للماسك للشعر، وهو هذا يعني كاين يقولها ماسك الشعر وكاين يقولوا جلدوش. بون هذا انا نستخدمه من الاطراف يعني من تحت ونكسل شعري، وهذا النوع ثاني جيد جدا، ننصحكم باش تستخدموا هذا النوع من الجلدوش. بون بعد الاستحمام نقلع على السربيته اللي تكون من فوق راسي ونكسل شعري مليح، وبعدها ننشف شعري بالسربيته. بالمناسبة هذه نصيحة مني انكم كي تبغوا تكسلوا يعني كي تبغوا تمشطوا شعركم ما تستخدموش اي نوع من المشطة، لانه يعني لازم انكم تحدوا مشطة تكسلوا بها شعركم بعد ما تخرجوا من الدوش، لانه هذا راح يكون مفيد بالنسبة لشعركم. انا دي فوا نستخدم هاد المشطة من بعد الدوش، ودي فوا نستخدم لي بلاك والسيشوار، من اليوم قررت انه نستخدم هاد المشطة يعني تساعدني بالمناسبة انها يعني تنشف لي شعري، يعني تطلق لي بخار لشعري، وتاني شيء انها تكسلو في نفس الوقت، يعني ما غاديش ناكد عليها بزاف، يعني ما غاديش نمشط شعري بها بزاف، فقط مدة قصيرة يعني من اجل انه نرقد، وغدوة الصباح كي نوض ندير لي بلاك باش يعني ما ندور شعري في الليل. ثالث شيء واهم شيء بعد الاستحمام انه نرطب يدينا ووجهنا، لانه يدينا والجسم تاعنا ينشف بعد الاستحمام. بون انا نستخدم هذا الفيتامين او، ولكن ما نستخدموش بزاف، يعني فقط مره في الاسبوع، يعني هذا الفيتامين يعطي يعني للوجه يعني يرطب الوجه يعني، ولكن تستخدمه للبشره يعني ناشفه، ولكن انا من البشره تاعي دهنيه ما نستخدموش بزاف، يعني ننصحهم للبشره الناشفه يعني البشره اللي ما فيهاش الدهون. كنت هذه الفيديو تاع اليوم، يسبق أن أنكم عجبتكم وماد أعجبكم، وراكم شفتوا كيفاش يعني نقضي قبل الاستحمام وأثناء الاستحمام وبعد الاستحمام. شفتوا كيفاش الروتين تاعي نقضي. ما بغيت نقولكم أنه نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله، ما عليكم أنكم ديروا لايك لهذا الفيديو وسبسكرايب وتبارطاجوها، ونقولكم سلام، باي باي.